معاذ بوشارب مرشح الحزب الحاكم خلفا لسعيد بوحجة بعد توافق التشكيلات السياسية الخمس للموالاة ضمن آخر تطورات الأزمة التي اشتعل فتيلها قبل أكثر من 3 أسابيع، في وقت ظل فيه رئيس البرلمان المعزول سعيد بوحجة متمسكا بعدم شرعية مساعي الإطاحة به. المكتب الدورة له كل صلاحيات ودى عدد من القرارات، ما بينهم قرار انعقاد الجلسة العلنية يوم الأربعاء. وقبل جلسة اختيار الرئيس الجديد للبرلمان تعقد جلسة صباحية لإثبات حالة الشغور في منصب رئاسة البرلمان، تطورات تلقى انتقادا من طرف قوى المعارضة التي قد تتجه إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد. الإجراءات المصحوبة منذ بداية الأزمة لا تنسجم مع المنظومة القانونية والدستورية للبلد، وبالتالي لا يمكن أن نشارك في فعل نعتقد أنه يشوبه كثير من النقائص والنقائص القانونية والدستورية. وشهدت أزمة البرلمان الجزائري سجالا بشأن صحة وشرعية الإجراءات القانونية في تنحية السعيد بوحجة، سجال يرتقب أن يستمر ولو لأسابيع أخرى. فصول الأزمة التي عاشها البرلمان بكل تجاذبات، بكل الاستفهامات أيضا التي تم طرحها حول مسألة الجدوى ومدى قانونية أيضا ما تم اعتماده، كل كان له مبرر في تقديم ولا في تبرير سلوكه. ويشغل المرشح معاذ بوشارب منصب رئيس الكتلة البرلمانية في الحزب الحاكم الذي يراهن عليه كرجل ثالث في الدولة بالرغم من تجربته السياسية المحتشمة قبل البرلمان. في الوقت الذي تتهيأ فيه أحزاب الموالاة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، يتمسك بوحجة بحجة شرعية منصبه، فيما يحذر مراقبون من دخول البرلمان الجزائري في إشكال دستوري. أمينة مدودة، الغد، الجزائر.